بس الجواب عنده كان عنده نمر كتير يعني. ما تقلقش انا حاسس بك اخويا. لا مش هيتحاسب. ابو عبودة والله حصل. ضبحوه ابو منظور عم حمادة الشيخ وعم عادل ابو عيسى ابو ياسين ابو نورة اللي مفيش منه نصب عليك ابو نسمة علي بن ابو جعفر ابو محمد بيقول يقول الحمد لله يا اللي مني اللي مني مفرحينه ومشرفينه عشان هيثم ابو عيسى نسمع سقفه كبيره قوي خلاها تاكلك يا قرع. عم عادل عيسى مبسوط لصاحبك اللي مني مزعلني اللي مني عايزين ايه ايه مني يا ابو يوسف مع اني احب اللي مني اسكت يا جبني واموت في اللي مني الكلام ده مش بكافي غصب عني انا ظروفي عالمرار ما بقتش قد اسمي ايه ما بقتش فاد اما ما عامل لي مني ما شالش عني واللي قلت عليه اخويا علم اصله اوام يا اخويا واللي كنت بحبه خالص يا ابو نوره ما بقوش وانت خالص شفت منكم حاجات تحير شفت منكم حاجات تحير عيب عليكم انا مش صغير اللي مني اللي مني عايزين ايه ايه مني اللي مني مزعلني مش رحمين مش فاهمين احب اللي مني اللي مني اموت في اللي مني اللي مني يا ريت يفهموني يا ريت يريحوني يا سيبوني بحالي مالهم ومالي اللي مني اللي مني يخليني ايه ارجع للي ولي ولي ربني ملي مشرفني اللي مني ومنورني مش فاهمني يا ريت يفهموني يا ريت يريحوني يا سيبوني بحالي مالكم ومالي يا اللي من لحن ودني نفسي مرش لهالي يا اللي من لحن ودني نفسي مرش لهالي عالعذاب يا رب تعني انقذوني اللي مني يلا يلا يا ابو السعود اولاد السيسي ابو العروسه عبد الفتاح تحيه لاولاد ابو سرور 19 يا ابو مي عند توفيق ابو سلم ابو عبوده عبد الله ابو عرفه عبد محمد ابو جده صبح على صبح رجلا على صبح عليا وحسن ابو عمر على صبح ابو يوسف في دور عليله اضرب يا علي
أبو خير الله بحر أبو أحمد.